إلى التذكير بأبرز وأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يناقش مع رئيس الوزراء توقيت الإعمار والخدمات ويوجه لرفع مستويات الاستعداد لإنجاح زيارة الأربعين. أصحاب الدخل المحدود يشكون ارتفاع أسعار الطماطم والخيار والبصل، ورفض نسوي واسع لمحاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية. التنسيقي الشيعي يغلق باب الترشح لرئاسة البرلمان ويضع التكتلات السدية بين توافق الأمر الواقع أو القبول بتمديد ولاية المندلاوي. انشقاقات كبيرة تهدد مستقبل حزب السيادة في كركوك ونينوى، ورصد أمريكي متقدم لحركة الفصائل، وعبوسي يترجل من صهوة تحت موسى الحلاق بالغربة. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.